فقدنا في الأخ المعتصم الوطني الغيور، الأستاذ الكبير في الفقه الدستوري، الأستاذ اللي أعطى الكثير بالنسبة لتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي في بلادنا، والعمل كذلك على تطوير العمل البرلماني والتشريعات في بلادنا، كما قدم الكثير لكي تكون هنالك تطور سياسي وإعطاء قوة أكبر للعمل السياسي في بلادنا، والتوفير وإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية في بلادنا. فرحمه الله على كل ما أعطى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبرتجيو مع صحابكم.